معروف أنه كل قناة في الدنيا هذه وكل وسيلة إعلام في المطلق عندها الخط التحريري متاعها، عندها الاختيارات متاعها، عندها المصالح متاعها، وعندها الأجندة اللي تخدم عليها. الأجندة راهي مش كلمة عيب، معناها راهي تدخل في صميم العالم العمل الإعلاني، خاطر أنت ماكش قاعد تعدي في مادة إعلامية خام ما غير حتى تعليق ما غير حتى توجه. لكن المشكلة وكل قناة بطبيعة عندها الحق تخدم التوجه متاعها، كما مثلا فما نوع من الاستقطاب الثنائي كما كلمه اللي كثرت برشا تو في تونس، الناس تحكي على الجزيره من جهه وفرانس 24 من جهه. بالطبيعه الجزيره تخدم في مصالح دوله قطر وفرانس 24 تخدم في مصالح فرنسا، حاجه ايفيدونت معناها. لكن المشكله وين تبدا؟ المشكله تبدا وقت اللي ننتجوا للمغالطات، معناها نعديو معلومات غالطه ولا نمانيبولي ولا انفورماسيون، اما نعديو معلومه غالطه هنا نحكيو على انتوكس، ولا نحاولوا نحرفوا المعلومه باش نعطيوها توجه معين هنا نحكيو على ديزانفورماسيون الى اخره. الكال اللي ريناه نوع من الحاجات هذيا، كما نتذكر أول مرة تعديت في التلفزة حسيل وحياتي كاملة لهنا زاد على البلاتو هذيا وقت 30 ديسمبر 2010 وحكينا على كا عملته قناة الجزيرة، وريت كيفاش زعما يعني أثناء أحداث الثورة إلى آخره، معناها كانت القنوات التونسية لاهية بلي بوليميك نتاع الرقاصات والفن والعراء والحاجات هذيك، وقت اللي هي عدت تصاورك عندها 6 شهور قبل الثورة. الجزيرة ساهمت في الثورة على الأخر، ساهمت بالتغطية وبل حتى بالتأطير وبالتحريض، ويعني يعني بالتضامن 100% مع الثورة، وهذا صحيح ويلزم نذكروه. لكن نعاود نقولها مرة أخرى، ما فماش قطوس يصطاد الربي، راهم كان ساندوا الثورة مش خاطر جوست حبا في الثورة والحرية والكرامة. صار البارح يتعدى الصوت نتاع مظاهرة مساندة النظام. لا هذه محا تركيب تصويرة على تصويرة، يعني تعطينا الصورة من جهة والصوت من جهة أخرى، مغالطة لا شك فيها، معناها هما قالوا غلطة مثال جديد ونحكيوا في موضوع نثبتوا بالك شي تطلع غلطة بالحق، نسبقوا حسن النية. لكن المشكلة كي نلقاو أنه فما برشا ديزونتيسيدون برشا سوابق في الموضوع هذا، كما قلت هما ساندوا الثورة صحيح لكن مش لله في سبيل الله، لأنه هما بيدهم عندهم الأجندة. يعني كيما نشوفوا توا مثلا حاليا في فرانس 24 كي يحكيوا على الأزمة اللي صايرة في الحكومة الحالية ومع اقتراح سي حمادي جبالي، بعد يحكيوا على البديل يجيبوا باجي قايد السبسي. الجزيرة من وقت بن علي وقت اللي تحكي على البديل تجيب راجل الغنوشي، يعني كل واحد عندها الكونديدا نتاعها، كل واحد عندها المرشح نتاعها سي فولي. ما نساوش انه الجزيرة عندها برنامج اسبوعي يظهر فيه سي يوسف القرضاوي اللي هو رئيس اتحاد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والنائب نتاعو سي راشد الغنوشي. واتحاد عام علماء المسلمين هذايا ساعات ينشط نشاط، معناها في اغلب تدخلاته الاعلاميه ينشط كذراع شبه كهنوتي للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين. ودير الجزيره جايه مع الاخوان في مصر في تونس وفي عديد الدول الاخرى. نحب نذكر انه في احصائيات الهيئه العليا المستقله للانتخابات حول انتخابات مجلس التاسيس يوم 23 اكتوبر الفارط، بالارقام 52% من وقت المخصص للتغطية الإعلامية اللي صارت على الانتخابات كلها في تونس، 52% من الوقت هذا مخصص لحركة النهضة وحدها، وقت اللي معناها اكثر 120 حزب واكثر من 90 قائمه في بعض الجهات، اشترى الوقت مخصص للجزيره وحدها. وما ننساوش جوستومون انه الاجنده هذيا يعني قاعده تعاود على طول. انا نتذكر فما مره تعدى استاذ عبد الناصر العويني، كان تتذكروا اول ما بدات ظواهر العنف السياسي في البلاد قدام محكمه في باب بنات، وقتها 20 اوت ما نذكرش الدات، لكن وقتها معناها ناس متطرفين ضربوا المرحوم شكري بالعيد والاستاذ عبد الناصر العويني. وقت نذكرها كيما تو كي تعدى عبد الناصر العويني في الجزيره، تو هو ضحيه، هو اللي كلا ضرب الصحفيه. السؤال الاول اللي سالته له قالت له هاو قالوا لنا اللي انتم استفزيتوهم هذاك علاش ضربوكم؟ كنت بطبيعه ديما قالوا لي انت كفرت ربي هذاك علاش هما ضربوك. وكنت مع سامي عبو جاي دافع الاستاذ عبد الناصر العويني يا اخي تحلوا فينا وكلنا تريحه. باختصار ما عنديش باش نعطيكم تو هو جاي كضحيه يعني تعرض للاعتداء. السؤال الاول الاستفزاز، يعني محاوله تبرير العنف بالاستفزاز. وقت اللي قال لا احنا ما استفزيناهمش، ونحن بالعكس المحامين كنا في طليعه الثوره في صفوف الاماميه وقت اللي كانوا هذو متخبين وما فماش شنو قالت له. قالت له ربما يلوم عليك البعض هذا الخطاب الاقصائي الى اخره، يعني هو جاي كضحيه. المراه تحت تسخسخ فيه، يعني السؤال الاولاني ضده، السؤال الثاني ضده، وبعد قالت له تصبح على خير.